بالرغم من وجود هدنة متفق عليها بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف القتال في محافظة إدلب السورية، فإن النظام السوري يواصل دك مدن وبلدات المحافظة بمختلف أنواع الصواريخ والقذائف، بعضها محرم دولياً. يحصل هذا في ظل حديث عن معركة كبيرة تستعد لها قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية تدربها وتمولها إيران للهجوم على مواقع فصائل الثورة السورية في ريفي حلب الغربي والجنوبي. وسط هذا التصعيد الميداني تطالب تركيا الجانب الروسي باحترام الهدنة ومنع النظام من الاستهداف العشوائي للمناطق الأهلة بالسكان. دولياً اختارت واشنطن الرد بواسطة سفارتها في دمشق عبر تغريدة على موقع تويتر هددت فيها باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد النظام السوري وروسيا إذا ما واصلا الهجوم على أدلب. وسط هذا السيناريو الميداني الدموي يتدفق مئات الآلاف من النازحين من مناطق إدلب في ظروف إنسانية وصفها طبيب فرنسي ميداني بأنها لا نظير لها. مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامج حديث العرب تبحث هدف النظام السوري وروسيا من التصعيد ضد إدلب والموقف الدولي والإقليمي المحتمل. أهلا بكم. لم تفرق الغارات الروسية وقصف نظام الأسد بين البشر والحجر في القصف المكثف على محافظة إدلب السورية، فقتلت وجرحت العشرات، كان من بينهم أطفال ونساء، بينما نزح الآلاف نحو العراء قرب الحدود التركية. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في إدلب، لا يزال القصف الجوي والمدفعي مستمراً، ما يجعل فصائل الانتفاضة تفكر بشكل مختلف في خياراتها القادمة. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلاي إن وقف إطلاق النار في محافظة إدلب فشل في حماية المدنيين، داعية إلى وقف فوري للقتال هناك، وأشارت إلى أنه من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أفادت من جانبها توثيق مراقبي الأمم المتحدة مقتل 1506 من المدنيين، بينهم 293 امرأة و 433 طفلاً، منذ اشتداد حدة الهجمات على منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع أن روسيا وتركيا اتفقتا على تهدئة لوقف إطلاق النار والهجمات البرية والجوية في هذه المنطقة. هذا وأعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 350 ألف شخص من محافظة إدلب، معظمهم نساء وأطفال، منذ كانون الأول 2019 فروا باتجاه الحدود التركية جراء الهجوم العنيف الذي تشهده المحافظة من قبل النظام السوري وروسيا. If we are not careful. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار في تقرير له إلى أن الوضع الإنساني في إدلب مستمر بالتدهور نتيجة تصاعد الأعمال القتالية. من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويشوغلو في كلمة ألقاها على هامش أعمال منتدى دافوس بالسويسرا، قال إن بلاده تنتظر من روسيا الالتزام بتعهداتها حيال وقف إطلاق النار بعدها ضامنة للنظام السوري، وأن الوضع في إدلب لا يزال خطيراً، وأنه لا يمكن قبول الهجمات التي يشنها النظام على المدنيين بطريقة عشوائية في هذه المنطقة. غياب الحل السياسي وخرق الهدنة المتفق عليها قد يجعل من محافظة إدلب أثراً بعد عين، مع استمرار القتال والقصف المدفعي والجوي عليها دون تدخل دولي لوقف إطلاق النار. ينضم إلينا هنا معي في الاستوديو الأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي، وعبر الهاتف من غازي عنتاب عبد الوهاب الأستاذ عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، وعبر الهاتف أيضا من أنقرة الأستاذ أحمد أويصال مدير مركز الدراسات الشرق الأوسط. أهلا بالجمع الكريم أستاذ أحمد، محافظ الألقاب، أهلا بكم. لو بدأت معك، هل هذا التصعيد الحاصل الآن يعني أنه حان وقت دخول إدلب في بيت طاعة النظام؟ لن تدخل يعني؟ لن تدخل إدلب في بيت طاعة النظام، ولن يدخل الشعب السوري في بيت طاعة النظام أبدا أبدا إلى الأبد. لن يحكمنا العلويون مرة أخرى أبدا، مهما كلف الأمر، حتى لو استقدموا جيوش العالم كلها. هذه الهجمة مضى عليها سنوات، الروس قالوا أنهم خلال
ثلاث أشهر سوف ينهون كل شيء في سوريا. الآن مضى 5 سنوات لكنهم يتقدمون ببطء شديد بتكلفة غالية. اعترفوا اليوم أن هناك 40 قتيل و 120 مصاب. لما الروسي الكذاب يعترف ب 40 قتيل و 120 مصاب، معناها الرقم أكبر من هيك بكثير، وصد الهجوم رد. وحتى المناطق اللي أخذوها درعة فيها ثورة من نوع جديد، فيها حرب عصابات من نوع جديد. كل شيء وارد، كل شيء يخطر عبالك وارد إلا أن نخضع لهذه العصابة مرة أخرى. هذا لن يحصل أبدا. طب ماذا يريد الروس والنظام من وراء هذا التصعيد؟ هل هو رسالة ما للأتراك؟ هل رسالة ما للأمريكيين والأوروبيين من خلال التصعيد على أدلب؟ أنهم حسموا أمرهم ويريدون حسما عسكريا بغض النظر عن قدرتهم من عدمه؟ هم يريدون إدلب منذ اليوم الأول، يريدون سوريا كلها منذ اليوم الأول، ولكنهم لا يستطيعوا. الخسائر، حجم الخسائر هائل جدا. وإذا صدق معنى الأمريكان هذه المرة، ونحن يعني صعب أن نصدقهم، كذبوا علينا كثير، ولكن في متغيرات إقليمية ودولية ربما تؤدي إلى تغيير في الموقف الأمريكي مما يجري في سوريا ربما. طيب يعني هو المتغيرات الإقليمية والدولية صراحة هو في بعد مهم فيما يحصل الآن، لكن أنا أفضل أن نرحله للمحور الأخير من هذه الحلقة. قبل ذلك أريد أن أسألك، الآن هناك هدنة ليس بين مسؤول عسكري ميداني روسي ومسؤول عسكري تركي، بين رئيسي البلدين، يعني السيد رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وقعا شخصيا على هدنة بين البلدين. طيب الآن هناك قصف تشارك فيه الطائرات الروسية، ماذا يمكن أن نفهم ماذا مما يحصل؟ هذا رئيس كذاب، بوتين رئيس كذاب، هو يمثل نظام من المافيا. كثيرا ما حصل، أولا الهدن التي تنطبق على إدلب، في الهدنة العامة التي تشمل كل سوريا، في الهدنة الخاصة بمناطق خفض التصعيد الأربع، في قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض على الجميع وقف إطلاق النار لبدء العملية السياسية، وعندك أكثر من 15 أو 16 هدنة خاصة بإدلب. يعني إذا بتجمعهم كلهم بيطلعوا عشرات الهدن، من بيناتها قرارات من مجلس الأمن الدولي، من بيناتها اتفاقات وقعها الرئيس، اتفاقات وقعها عسكر، اتفاقات وقعها وزير الخارجية، والروسي لا يحترم ولا واحد من هذه كلها. لكن الروس يتذرعون بأن فصائل الثورة لم تلتزم بمتطلبات اتفاقية سوتشي وخفض التصعيد، من انسحاب الفصائل الجهادية من مناطق تسيطر عليها في إدلب، وهذا يخلق ذريعة لهم أنه يقصفوا ويقتلوا ويمارسوا أعمال الإبادة والتقدم الميداني. أولا كذابين، المعارضة والجانب السوري التزم أكثر مما يجب بالتزاماته، وكان يجب أن لا يلتزم. أنا لو كنت مكانهم ما كنت التزمت، لأنه لما أنت ما بتحترم التزاماتك سقط الاتفاق. اللي ما بيحترم التزاماته ما له حق يطلب من الآخرين أنه يحترموا التزاماتهم، والروسي هو البادئ في عدم احترام الاتفاقات. مناطق خفض التصعيد 4، في 3 منهم راحوا نهائيا، ما عادوا موجودين بسبب احترام المعارضة لالتزاماتها. فإذا الروسي كذاب، أولا المعارضة التزمت بالتزاماتها أكثر مما يجب، وثانيا هو غير يعني حجة أنه يقاتل جبهة النصرة، هذه كذبة. المناطق 3 الثانية ما كان فيها نصرة وتصرف نفس التصرف. الإرهابيين في شرق وشمال سوريا معبين الدنيا، ما بيقرب عليهم لأنه في علم أمريكي، مجرد علم أمريكي مرفوع هناك. طيب دعني أرحب مرة أخرى بالسيد عبد الوهاب عاصي منضما إلي من غازي عنتاب عبر الهاتف. أستاذ عبد الوهاب، هناك هدنة موقعة على أعلى أو متفق عليها على أعلى المستويات بين تركيا وروسيا، ومع ذلك هناك قصف ميداني متواصل على إدلب تشارك فيه الطائرات الروسية التي يفترض أن تكون ضامنا لتنفيذ هذه الهدنة، ماذا يمكن أن نفهم مما يحصل؟ أهلا بكم. ليست المرة الأولى التي وقع فيها يعني الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على هدنة لإيقاف النار في إدلب، ربما هي المرة الثالثة منذ توقيع اتفاق سوتشي ب 15 إيلول 2018. ما يمكن فهمه أن الطرفان لم يصل بعد إلى
صيغة مشتركة أو فهم مشترك في تطبيق هذا الاتفاق. هناك خلافات في بنود أو الآلية التنفيذية لتطبيق هذا الاتفاق، والمقصود هنا على وجه التحديد ما هي حدود المنطقة، منطقة خفض التصعيد أو المنطقة الآمنة التي ستلي عملية إيقاف النار الشامل. بطبيعة الحال البنود أو الاتفاق الذي تم وضعه والشروط التي تم وضعها كانت تضع تركيا منذ 2018 أمام جدول زمني ضيق جدا، وأمام يعني عملية تطبيق أو تنفيذ صعبة جدا وتكاد أن تكون مستحيلة ضمن سياق الموضوع. هذا أعتقد برأيي أن روسيا وضعته بشكل أو دفعت باتجاه وضعه بهذه الصورة بهذا الشكل حتى تضع تركيا أمام مسؤوليات وتقول أن هناك ذرائع وأن هناك يعني عدم التزام من قبل تركيا، وهي ذريعة ساعدتها على استخدام الخيار العسكري حوالي تقريبا 5 مرات منذ توقيع الاتفاق، أي في تشرين الثاني 2018 وفي كانون الثاني 2008 كانون الأول 2018 وفي شباط ومن ثم في أيار ومن ثم في وتم استخدامه في تشرين الثاني 2019 وحاليا الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأها النظام السوري الخامسة. هذا دلالته على أن الخيار الحسم العسكري بين الطرفين أو استخدام روسيا لخيار الحسم العسكري هو يعني الرؤية النهائية للعمليات التي تراها أو للمنظور لمستقبل المنطقة. تتحدث أستاذ عبد الوهاب، تتحدث عن الخيار العسكري كرؤية نهائية للروس، وقد نجحوا حقيقة في بعض المناطق واستعادوا عددا من المناطق من أيدي الفصائل، لكن هل لإدلب في هذه المرحلة وهنا خصوصية معينة بحيث تحول دون عودتها إلى سيطرة النظام السوري؟ يعني دعني أشير لنقطتين. النقطة الأولى أشار إليها الأستاذ أحمد كامل ضيفك حينما قال أن صحيح أن روسيا تحقق تقدم والنظام السوري والميليشيات المقاتلة معه يحقق تقدم، لكن هناك تكلفة عالية جدا وأن العملية تأتي على بطء شديد، وروسيا مستعجلة الحقيقة. في عام 2019 كان خيار الحسم العسكري وهو عملية الاستمرار كانت تدفع روسيا إلى الحصول على مكتب سياسي في النهاية، هذا المكتب السياسي يؤهلها في النهاية للحفاظ على مصالحها ومكاسبها التي حققتها وأرادت تحقيقها منذ تدخلها في سوريا في 2015، لكن هذا الأمر لم يحصل. لذلك ليس لا يوجد خيار أمام روسيا سوى الاستمرار، حتى لو حصل انهيار في انهيارات عسكرية كبيرة للنظام السوري، حتى لو حصل انهيار اقتصادي في بنية النظام السوري هي تعول على هذا الأمر. بينما الأطراف الأخرى وهنا تركيا من الواضح أنها تعول على ارتفاع التكلفة على روسيا، لا تقدم تنازلات. هذه أيضا نقطة مهمة، علينا التساؤل لماذا تركيا مع كل هذه الخسائر التي تلقتها المعارضة السورية وفقدت مناطق خفض التصعيد والمنطقة العازلة التي يفترض أنها موقع بين الطرفين، مع كل ذلك لم تقم تركيا بتقديم تنازل وتقول لروسيا وتفرض على كفار المعارضة أن هذه المنطقة يجب أن تعود إلى النظام السوري وأنه لا يوجد خيار أمامكم، مثل ما فعلت الأردن على سبيل المثال في فصائل الجبهة الجنوبية. هذا لم يحصل من قبل تركيا ولن يحصل. وهذا أستاذ عبد الوهاب هذا يستلزم الحديث عن ردود المتوقع من جانب أنقرة، وربما نرحله إلى المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن دعني أعود إلى الاستوديو أستاذ أحمد. يعني قلت إن السوريين لن يعودوا إلى حضن النظام، لن يحكمهم النظام مرة أخرى، على ما تعول كيعني مثقف ومعارض وإعلامي سوري؟ أولا النظام الآن في أسوأ أحواله منذ وجد، منذ تسلط أو سلط على الشعب السوري في عام 1970، ما يسميه النظام بهتانا وزورا بالحركة التصحيحية في 16 تشرين الثاني 1970. الوضع الاقتصادي للنظام منهار تماما، الليرة السورية قد تصل قريبا إلى الدولار ب2000 ليرة، لا يمكن إنقاذ الليرة السورية مطلقا. النظام فقد ثلثي ثروات سوريا، أمريكا ترسل بضعة جنود يرفعون العلم الأمريكي على النفط، فلا يجرؤ الروسي أن يمد يده عليه، ولا الإيراني ولا حزب الله ولا النظام. ثلثي ثروات سوريا خرجت من يدي النظام. الحدود، حدود العراق وحدود تركيا، حوالي 1500 كيلومتر من الحدود فقدها النظام. هو موجود
بعد الروسي وبعد الإيراني وبعد اللبناني وبعد العراقي، في النصف الفقير والمدمر من سوريا، في النصف الفقير والمدمر من سوريا، وهو غير قادر على حكم سوريا مطلقا، يعني بحاجة. لكن في عام 2012 كان أضعف من هذا، ومع ذلك استعاد السيطرة على 70%. ما هو اللي استعاد؟ ما طيب هو اللي استعاد؟ أقصد أن العوامل والأسباب موجودة مستمرة حتى الآن. كان عنده 30%، هلأ 58%، وكانت عنده هو بس لحاله. هلأ بده روسيا وإيران والعراقيين واللبنانيين والأفغان والباكستانيين حتى يكون موجود. ما هو الحاكم في النصف الفقير والمدمر من سوريا؟ والشعب السوري لا يقبله، لا يقبله ولن يقبله أبدا. وبالتالي حماته قريبا لازم يلاقوا حل معه، ورح يفهموا أنه هذا لا يحقق لهم أي مصلحة على الإطلاق. بالعكس بده مين يشيله ويشيله كل الوقت. وروسيا ما بتتحمل تشيل حدا، هي جاي لحتى تكسب من سوريا مو لحتى تخسر في سوريا. طيب قبل أن نذهب إلى الفاصل، أستاذ عبد الوهاب، ثمة من يرى بأن هذا التصعيد الروسي وتصعيد النظام في إدلب هو بشكل أو بآخر انعكاس لتأزم المفاوضات بين أنقرة وموسكو بشأن ملفات إدلب وملفات ربما أخرى خارج سوريا. ما مدى صحة هذا التحليل والرؤية؟ يكاد نعم يكاد يكون أن هذا التحليل مقارباً للجانب مقارب للواقع بشكل كبير جداً. هناك ملفات ليست فقط داخل سوريا، أي هنا الحديث عن المنطقة الشرقية، أن يعني الطرفين يساهمان ربما أو يضعان مستقبل المنطقة ويربطانها بشكل مشترك، أي الحديث عن مستقبل المنطقة الآمنة شرق الفرات والمنطقة العازلة في غرب الفرات، بل الحديث يتجاوز ربما سوريا إلى الإقليم. وهنا عن ملف نتحدث عن ملفات أخرى، وتحديدا عن ملف وقف إطلاق النار في ليبيا مؤخرا بعد الهدنة التي تم إعلان عنها في 9 من الشهر الجاري أو 12 من الشهر الجاري، على اختلاف أو تباين الإعلان عنها بين الطرفين. كان هناك يفترض أن يكون وقف إطلاق نار في ليبيا، لكن لم يلتزم به الطرفان، لذلك يبدو أن روسيا وجهت رسالة حادة إلى تركيا بأنه إذا لم يحصل وقف إطلاق نار وفق الشروط التي تريدها روسيا، تستطيع روسيا أيضا في جبهات أخرى في سوريا أن تفرض الشروط وتضغط، وهذا ما جرى يبدو في إدلب. أعتقد أن هذا التحليل فعلا هو واقعي وربما صحيح. طيب سنبحث الخيارات المطروحة وإلى أي مدى سقط الحل السياسي من المعادلة السورية بعد الفاصل. هذا فاصل قصير قبل العودة لمتابعة الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تفاعلات الهجوم على إدلب من قبل قوات النظام السوري مدعوما من روسيا. أستاذ أحمد، يعني حينما يهاجم النظام وروسيا بهذا الوضوح، يعني روسيا كانت تتأبى عن التصريح بأنها تهاجم، ويعني ترمي بالتهمة على الطائرات السورية، لكن الآن صار واضحا أن الطائرات الروسية تشارك في الهجوم. هل نحن بصدد الحديث عن نهاية الحل السياسي في سوريا، أم أن هذا الكلام مستبعد من منظور طبعا سياسي وتحليلي، أم أن هذا الأمر مستبعد وأن تركيا روسيا لا يمكن أن تخسر تركيا لحاجتها إليها في إنجاز حل سياسي يوافق مصالحها؟ أولا الجهد العسكري هو جهد روسي، يعني هو عملية روسية يشارك فيها النظام شكليا، وأنا أعتقد أنه النظام ما كتير مهتم بإدلب، يعني لو ترك الأمر للنظام ما كان هاجم إدلب، لأنه هو يعني مكتفي بما لديه وما عنده استعداد يموت أكثر من هيك. الروسي هو المتكالب على إدلب أكثر من النظام. أما من ناحية الحل السياسي، ما في حل سياسي. هذه اللجنة الدستورية هذا ضحك على اللي حو وتضيع وقت، ما بتأدي لحل سياسي. الحل السياسي هو أن ينتهي حكم الأقلية في سوريا. ما طبيعي أنه 5% يحكموا 95%،
بالحديد والنار، هذا ما طبيعي. لحتى تصير في سلام بسوريا بدك ترجع للوضع الطبيعي، يصير في انتخابات بسوريا ويفوز اللي يفوز. أما أنه تحكم 5% 95% من شعب بالحديد والنار بالاستعباد، هذا ما ممكن. وسبب المشكلة مستمر طالما بيت الأسد حاكمين سوريا. الحد الأدنى، الحد الأدنى لانفتاح حل سياسي هو يروح بشار، وهلأ سهلة صارت. الروسي بينادي لبشار بقول له تعال موسكو أو تعال حميمين، وبيروح وما بيرجع، بيبلش الحل السياسي وبيبلش انفراج، وبيصير وقف إطلاق نار حقيقي، وبيصير إطلاق سراح المعتقلين، بصير في آلية للحل. أما تضحكوا علينا بدستور، تضحكوا علينا بالرياض 2 و3، هذا ما بيمشي الحال، ما بينضحك علينا. يعني نحن واعين شو بدنا، بدنا الحقوق الأساسية للبشر، وهدول العلويين بدهم يانا ما نعيش عبيد عندهم، نحن ما راح نعيش عبيد عندهم مهما كلف الأمر. طيب دعني أرحب بالأستاذ أحمد أويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط من أنقرة عبر الهاتف معنا. مرحبا بك أستاذ أحمد. أريد أن أسألك عن العين التي تنظر بها أنقرة إلى ما يحصل في إدلب، بأي عين؟ وهل هناك مستقبل لمسار أسيتانا بعد كل ما حصل؟ طبعا تركيا تريد استمرارية هذه العملية، وهذا على الأقل أوقف الصراع من كثير من المدن وأيضا مناطق، لكن هذا لم يكتمل. يعني هذا الاتفاق شامل، كأنها روسيا تفهم شيء آخر مما تفهمه تركيا، وتصر على قصف إدلب، لكن أيضا هم يعملون هذا في وشك كل هذه الأزمات لكي يستغلوا الموضوع في الطاولة. أعتقد الآن روسيا ترى ممكن تضغط على سوريا في مسألة ليبيا وتستغل هذا الأمور. فنظام الأسد طبعا هو يريد يبقى في السلطة، ويريد يعني يتصرف كأن لم يكن شيء في سوريا. هذا مشكلة. يعني أحيانا روسيا تسمح لنظام الأسد، أحيانا تضغط. هذه المرة لا تضغط على نظام الأسد، لكن لا تستطيع أن روسيا، يعني روسيا لا تستطيع أن تفقد تركيا بالكامل. وإدلب يعني أيضا نقطة يعني طبعا مهمة، لكن مش يعني هناك ملفات كثيرة بين تركيا وروسيا. أعتقد يتفقوا، لكن يعني مما يفهمه يعني المختلف، يعني روسيا لا ترى مثل تركيا أو كما ترى تركيا الموضوع. هم يعتبروا بعض العناصر المسلحة إرهابيين، تركيا لا تعتبرهم إرهابيون. يعني هناك وجهة نظر طبعا، يعني روسيا تتمنى أن تعيد لما قبل الثورة، لكن هذا أيضا شيء من المستحيل أن ترجع البلد إلى ما قبل. طيب أستاذ أحمد، يعني قبل يومين تناقلت وسائل الإعلام تصريحا لافتا لوزير خارجية تركيا السيد مولود جاويش أغلو، عندما قال إن على المعارضة السورية أن تحمي نفسها من الهجمات العسكرية. لسنا معتادين على سماع مثل هذه التصريحات من المسؤولين الأتراك، ماذا تقرأ في هذا الكلام؟ يعني هو يصرون، يعني أيضا المعارضة يبقى متحدة و يعني يصمد ولا ييأس من هذه الهجمات، لأن ما زال المسار السياسي والانتقال السياسي وأيضا دستور والأشياء كثيرة، ملفات كثيرة حول سوريا على الطاولة. يعني لا نيأس بسبب هذه الهجمات في إدلب، لكن هذا الملف السوري ما زال تناقش في العالم، وأيضا في يعني بمشوار طويل يعني لكي نمشي مع السوريين. وإدلب جزء منه، لكن مش حكاية كاملة، يعني أو مش كل الحكاية لكي يعني يحبطنا. يعني طيب دعني أتحول إلى غازي عنتاب. أستاذ عبد الوهاب، يعني ثمة من يقدم مقاربة على أن
روسيا حسمت أمرها وتريد حلاً عسكرياً، وأن هناك استعدادات كبيرة للميليشيات المدعومة إيرانياً وقوات النظام على تخوم ريف حلب الغربي والجنوبي لحسم الموضوع عسكرياً، لكن أليس الحديث عن حسم عسكري ضرب من المبالغة لأن فيه خسارة روسيا لتركيا، وهي لا تريد أن تخسر تركيا خصوصاً في من أجل حاجتها في إنضاج حل سياسي في سوريا؟ يعني كيف ترى الأمر من جانبك؟ يعني واضح تماما أن روسيا تقرأ الأمر من منظور آخر، تقرأ بأن تركيا متمسكة بالمسار السياسي الذي تقوده روسيا مسار أستانا، وهي تنظر إلى جدوى وجود جدوى من استخدام خيار الحسم العسكري والضغط به لدفع تركيا نحو القبول بالرؤية والمقاربة الروسية حيال مستقبل وقف إطلاق النار، حيال مستقبل العملية السياسية، حيال مستقبل العديد من الملفات في سوريا. هذا الأمر يمكن أن نعود به إلى قبل تأسيس مسار أستانا، قبل الجولة الأولى حينما سيطرت روسيا على مدينة حلب، استخدمت روسيا خيار الحسم العسكري وإفقاد المعارضة أهم ورقة لها وهي العاصمة الاقتصادية في الشمال السوري والمركز الرئيسي لقواتها في الشمال السوري، ومن ثم دفعت تركيا إلى تقديم تنازل والقبول بالمسار السياسي. طبعا تركيا استطاعت توجيه هذه العملية نحو مصالحها والكسب من خلالها والحفاظ بالطرف الآخر على مكاسب ومصالح المعارضة السورية أمام القوى الولعنجهية الروسية. طبعا لاحقا استخدمت روسيا نفس هذا الخيار في شمال وغرب حماة، في جنوب إدلب وفي شرق إدلب، والآن سوف تستخدمه في حلب. هي تعول على استخدام هذا الحسم العسكري لإخضاع تركيا نحو مقاربتها. طبعا إذا سألنا ما هي مقاربة روسيا، مقاربة روسيا في النهاية هي تريد استمرار السلطة ضمن استمرار الحكم بما يؤدي لضمان مصالحها، وهذا في الحقيقة لا يمكن من خلال عملية انتقال سياسي، لا يمكن من خلال عملية تغيير سياسي، إنما يكون من خلال حكومة وحدة وطنية. هذا ما تريده روسيا. في الحقيقة هذا الأمر يمكن التماسه من خلال ليس مجرد التصريحات الرسمية للنظام السوري، حتى من خلال الإعلام الروسي الذي يروج ويفسر القرار 2254 من خلال هذه الرؤية وهذه الزاوية. وحتى الوصول إلى هذه النتيجة لابد من روسيا أن تستمر بخيار العسكري ضمان مصالحها ومكاسبها التي حققتها على مدار السنوات السابقة، وهذه المصالح سواء كانت أمنية من خلال حماية القواعد العسكرية في المياه الدافئة بحميميم وطرطوس، أو من خلال حماية القوات المنتشرة على تخوم خطوط التماس أو على خطوط التماس مع مناطق بين المعارضة السورية ومناطق النظام السوري. وهناك طبعا مصالح اقتصادية أخرى ومصالح أمنية إن صح التوصيف. هذا الأمر أي تحقيق الجانب الدبلوماسي أو تحقيق أفضل خيار دبلوماسي بالنسبة لروسيا لا يمكن أن يكون بمجرد التعويل على المفاوضات والمباحثات التي تجريها سواء عبر اللجنة السورية أو عبر المسار السياسي في سوتشي وأستانا مع المعارضة السورية وتركيا، أو حتى في المباحثات الثنائية التي تجريها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يمكن أن يكون بمجرد التعويل على مسار دبلوماسي وحيد، إنما أيضا هناك تعويل واضح على الحسم العسكري لجانبين كما ذكرتهما. أول هو الحفاظ على المكاسب الأمنية والمكاسب الاقتصادية والعسكرية التي حققتها، والثاني وهو الرئيسي وهو الضغط على تركيا وعلى الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال لتقديم تنازلات. وسنعرف ما هي الردود المتوقعة من قبل المجتمع الدولي أو حتى من قبل تركيا إزاء بشأن التصرف والسلوك الروسي في سوريا. لكن قبل أن أذهب إلى الفصل الأستاذ أحمد، يعني ضيفنا الأستاذ عبد الوهاب قال في بداية رده الأخير أنه وصف السلوك الروسي في سوريا بأنه عنجهية، يمكن أن أعبر عنه بفائض ثقة عند القيادة الروسية. على ما تستند؟ يعني هي قصفت مستشفيات، قصفت مدارس، قصفت مساجد بأسلحة، بعض رؤوسها بأسلحة بالستية، رؤوسها مزودة بقنابل عنقودية. يعني في إفراط بالثقة، يعني على ما تستند؟ لماذا المجتمع الدولي ساكت؟ لأنها مكلفة. روسيا في حدا قال للروس وقال للإيراني وقال لحزب الله ادخلوا قوموا بهذه المهمة القذرة. من هذا الحد؟ هاي أمريكا. أمريكا والصهيونية العالمية هي اللي قالت لهم هذا عمل وسخ زيادة عن اللزوم، حتى نحن لا نستطيع أن نقوم به، قوموا به أنتم يعني روسيا وإيران.
روسيا تتحول، هذه اللي العنجهية تتحول إلى صوص أو فأر أو نملة أمام الأمريكان. كل ثلثي ثروات سوريا، كل النفط السوري وكل الغاز السوري بيحموهم بضعة جنود أمريكان بس يرفعوا العلم الأمريكي، ولا تجرؤ روسيا أن تلمس الأمريكي ولا بشيء. روسيا هذه العنجهية تبعها تصبح لا شيء، تصبح ذل أمام الإسرائيلي. الإسرائيلي يقصف، يحلق في كل سماء سوريا، يقصف ما يشاء. يعني النظام هو محمية، هو عبد عند الروسي، هو يعني بدي أستخدم تعابير بذيئة ما لا تسمح بها قناتكم. طيب، هو سيد النظام، ومع ذلك يأتي الإسرائيلي ويضربه. يعني تخيل أنت مثلا أمريكا محتلة ألمانيا، مين بيسترجي يقرب على ألمانيا؟ لا أحد في الكون. الأمريكا محتلة الكويت، مين بيسترجي يقرب على الكويت بوردة يضربها؟ لا أحد يستطيع. أما نصف سوريا اللي محتل من روسيا، تضربه أمريكا، وضربته بريطانيا، وضربته فرنسا، وتضربه إسرائيل وقت تشاء. أنت قلت أستاذ أحمد أنه أمريكا هي التي طلبت من روسيا ومن الصهيونية أن تفعل هذا، يعني الشاهد المشاهد من الطبيعي أن يسأل لماذا تطلب أمريكا من روسيا؟ لأنه عمل قذر، لأنه ما بدهم بلادنا تصير حرة، ما بدهم لا الأمريكان ولا الروس ولا الصينيين. يعني هي أسقطت القذافي وأساهمت في إسقاط حسني مبارك وقبلت في عدة مواطن، لكن في سوريا لماذا تطلب من روسيا؟ لا لا ما, ما 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 ساهموا بإسقاط حسني مبارك، وساهموا في عودة النظام السابق في مصر، والآن يساهموا في عودة النظام السابق في ليبيا. نعم ساهموا في إسقاط النظام الليبي لأنه القذافي كان مزعج بالنسبة لهم، شلوا يومين ثلاثة حرية، وبعدين نظام مش مثل نظام القذافي، حفتر هو نسخة من القذافي، وهن عم يدعموه الآن. ولكنك قلت يعني في بداية الحلقة مستهل الحلقة أن هناك متغيرات إقليمية ودولية ربما تؤثر في مسار ممكن. الصراع سأسألك عنه بعد الفاصل. هذا فاصل أخير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم للجزء الأخير من حلقتنا هذه. سريعا أذهب إلى أنقرة. أستاذ أحمد، الرئيس التركي قال مرارا وتكرارا إنه لن يسمح بانهيار وقف إطلاق النار في إدلب، ومع ذلك يعني كثير من المراقبين يقولوا أن يعني الهدنة صارت في حكم الساقطة تماما، يعني قضي عليها. طيب ماذا يمكن لأنقرة أن تفعل يعني حتى يبرر الرئيس التركي بكلامه؟ أستاذ أحمد تسمعني؟ طيب إلى 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 غازي عنتاب أذهب. واشنطن أطلقت تحذيرات قبل أيام أستاذ عبد الوهاب من أن ستفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على موسكو ونظام الأسد إذا ما واصلا هجومهما على إدلب. هل هذه العقوبات برأيك جدية وتستحق الاهتمام أم أنها فقط للتعبير عن موقف أمام الرأي العام؟ لا، ليست للتعبير عن الموقف اطلاقا، على العكس هي تهدف فعلا الى اخضاع روسيا، وليس فقط مجرد النظام السوري، وهي تريد ان تقول لروسيا بما ان طالما انك لم تستطيعي النزول عند الشروط التي تقدمت بها او الالتزامات التي قدمت بها الى اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه حين توقيع اتفاق جنوب السوري، تستطيع الولايات المتحده الامريكيه تحقيق هذه الشروط والدفع نحوها وجعل أي روسيا تقوم بتقديمها بعملية إجبارية وإخضاع تام، وليس بمجرد الانتظار وتعويل على قدرة روسيا بإخضاع إيران أو إخراج إيران من عمق معين أو تقويض نفوذ إيران في سوريا. حاليا ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الضغوطات ليس في الحقيقة إسقاط النظام السوري كما
يروج على البعض. وأرادت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط النظام السوري لقامت بذلك منذ زمن. هي تريد في الواقع إنهاء الأدوات أو نزع الأدوات التي يستخدمها النظام السوري في عملياته، في استمرار بسلطته والاستمرار بتعنده أمام المجتمع الدولي. طبعا هذا التعند هو يعكس في الواقع وقوف قوة وراءه وقوات أخرى وراءه. وهنا القوة الأولى هي إيران والقوة الأخرى هي روسيا. هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة جيمس جيفري قال اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يعتزمان تقديم ضغوط حزمة جديدة من العقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة المقبلة. وبالمناسبة ما زال قانون قيصر للحظة لم يدخل حيز التنفيذ. هو كان يفترض أن يدخل في هناك مدة منذ توقيع الاتفاق حتى 6 أشهر كحد أقصى يجب أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. للحظة لم يدخل قانون حيز التنفيذ، وحينما يدخل قانون حيز التنفيذ سيفقد النظام السوري شبكة الاقتصادية البرجوازية التي تعاونه. أنا سأبحث معك أستاذ عبد الوهاب تحديدا يعني أثار قانون قيصر إذا ما دخل حيز التنفيذ على النظام. لكن لو أذنت لي أن أذهب إلى أستاذ أحمد، يعني قال بأن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على روسيا ودمشق أنها هذه المرة جدية. طيب كيف تستطيع أن تفهم أنها جدية في الوقت الذي اختارت فيه السفارة سفارتها في دمشق لتعبر عبر تغريدة عبر تويتر؟ هل هذا يعكس جديتها في فرض عقوبات؟ هلا نحن نتمنى وفي أحر الشوق أنه يكونوا صادقين هالمرة، لأنه كذبوا علينا كثير سابقا. يعني نمني النفس أنه والله الرئيس ترامب كان حازم أمام إيران، ضرب الإيرانيين ضربة قوية جدا باغتيال قاسم سليماني. العقوبات اللي عم يفرض على إيران جدية جدا، وهذا كله انعكس عليه داخليا وتقريبا ضمن إعادة انتخابه. فالمكافأة كبيرة جدا ومغرية بالنسبة للرئيس الأمريكي. فهذا بيخلينا شوي نتأمل، ولكن حجم الخيبات الأمل اللي نلناها من الأمريكان ما بيخلينا أبدا نكون يعني شادين إذنا 100%. نتأمل، بس متأكدين 100%؟ لا، لسنا متأكدين، نتأمل. طيب سأعود إليك، لكن في أنقرة أستاذ أحمد وإيصال، يعني كنت قد طرحت عليك السؤال التالي. الرئيس التركي عبر مرارا وتكرارا عن إصراره على عدم سقوط اتفاق الهدنة مع الروس بشأن محافظة إدلب، والآن الروس ونظام يصعدون في إدلب. ماذا عسى تركيا أن تفعل لتحقيق كلام الرئيس التركي بعدم إسقاط الهدنة وحماية إدلب في النهاية؟ يعني ستجبرهم طبعا، ستضغط عليهم لكي يلزموا كيف ستضغط بالاتفاقية. لكن يعني تركيا عندها ضغوط اقتصادية والسياسية، وهم يرى يعني مستقبل سوريا الحل السياسي في قضايا مختلفة. لكن يعني بعض المجموعات هم يرون إرهابيا كما قلت، يعني مختلف مما تركيا يعني ترى. هذا يعني يؤقت الأمر شوية، وأعتقد يعني نحتاج للضغط الدولي يعني أكثر. وللأسف كل العالم يسكت من مشكلة إدلب، وهذا يعني يؤقت المشكلة. لكن نحتاج يعني دعاية أكثر، وأيضا صمود من الشعب السوري. يعني مثلا قبل شهر لما روسيا حاولت مع نظام الأسد أن يقتحم جنوب إدلب كان في مقاومة أقوى من اليوم. يعني هذا تقبل الفوز يعني هل يمكن يعني هذا أستاذ أحمد يحتاج يعني أيضا صمود من طيب هذا الصمود الذي تتحدث عنه وأن المقاومة كانت أقوى، هل يمكن أن تسهم تركيا في دعم المقاتلين السوريين بأسلحة جديدة تسهل عملية صمودهم ريثما تتغير الأجواء الدولية والإقليمية بما يسمح لتركيا بأن تفرض وزنها أكثر على الأرض؟ يستطيع طبعا، لكن هذا تركيا يعني بعض المجموعات أيضا لا تسمع يعني تركيا، وهذا يجعل مشكلة أكبر لقضية إدلب أو لمشكلة إدلب، لأن بعض المجموعات مثل تحرير الشام
لا يسمع كلام تركيا. يعني تركيا ليس ضامن عليهم، لكن تركيا تحاول أن، لكن هيئة تحرير الشام استجابت لاتفاقيات يعني التي وقعتها تركيا مع روسيا، وأدخلت نقاط الأتراك إلى نقاط المراقبة في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، فكانت متعاونة مع تركيا. يعني متفاهمة، لكن أحياناً هم أيضاً ينتهكوا هذه هدنة، وهذا يعقد ويعني يجعل مشكلة بين روسيا وتركيا. يعني هم أيضاً نحتاج أن أنهم يعني يلتزموا بالهدنة، ويعني ممكن طائرات المسيرة والأشياء أخرى يزعج الأسس العسكري الروسي. هذا هم أيضا يستخدم هذه الذريعة، يعني من المفروض هم لا يعطي هذه الذريعة إلى الروس، وعندهم يعني القوة جوية، ويعني يجعل دمار يعني يؤدي إلى دمار أكثر. لكن يعني أيضا هذه المجموعات هي تحرير الشام بالذات يعني يركز على قوتها في السلطة، ولا يعني يعتبر أيضا ما يحتاجه السوريين أو أهل إدلب. نعم. يعني هذا شيء يعني خارج سيطرة تركيا. يعني أحيانا هم يتعاونون، لكن ممكن بعض العناصر أيضا لا يسمع كلام القرار الفوق يعني من هيئة التحرير، وهذا يجعل مشكلة. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد أويصال. عبد الوهاب من غازي عنتاب، يعني قانون قيصر الذي يبدو أنك تعول عليه كمتابع ومراقب وباحث في مركز دراسات، يعني قانون قيصر ما التأثير الذي يمكن أن يتركه على مسار الأحداث في سوريا برأيك؟ يعني التأثير الرئيسي الذي يمكن أن يفرضه هو أن ينزع من النظام السوري قدرته على التعويل على التجار وشبكة الشبكة الاقتصادية التي كانت تمده أو توفر له من السيولة المالية، من النقد الأجنبي خلال السنوات السابقة، النقد الأجنبي الذي كان يعتبر وما يزال هو المحرك الأساسي لاستمرار العمليات العسكرية، وهو المحرك الأساسي لاستمرار بقاء سلطة النظام السوري وتعنده في العملية السياسية. طبعا هنا لدينا مثال واقع يعني حصل خلال الست أشهر الماضية. في حزيران الماضي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قائمة من أسماء النظام السوري. النظام بطبيعة الحال يعني أخذ الأمر بشيء من اللامبالاة، على اعتبار أن لديه شبكة اقتصادية يستطيع من خلالها تجاوز والالتفاف على هذه العقوبات. لكن لاحقا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه العقوبات كانت تستهدف هؤلاء الأشخاص بحد ذاتها، ما هي الشبكات الاقتصادية التي تمد النظام السوري، ويبدو أنها أثرت عليه بشكل مباشر. هنا الحديث قبل فرض قانون قيصر، في أيلول سبتمبر نفس العام، أي بعد 3 أشهر 2019، 3 أشهر تماما، جمع النظام السوري التجار وعقد اجتماع أزمة لهم في أحد فنادق العاصمة دمشق. خلال الاجتماع طلب تمويلا، حاول أو جمع سيولة نقدية من هؤلاء التجار لدعم خزينة الدولة ولإيقاف عملية انهيار الليرة السورية. وطبعا هذا الانهيار صحيح أنه تراكمي، لكن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي العامل الرئيسي في زيادة انهيار هذه العملة. في حينما جمع النظام هؤلاء التجار لم يحصل سوى على 10 ملايين دولار، وهو رقم قليل جدا أمام حاجة سوريا وحاجة النظام السوري للأموال، والتي تقدر في سياق إعادة الأعمار ب 4.4 مليار دولار، وهو رقم هائل جدا. إذن 10 مليار دولار من الشبكة الاقتصادية، 10 مليون دولار من الشبكة الاقتصادية التي يفترض أن تدعم النظام السوري بأموال أكبر، لا تحقق له أي دعم لليرة السورية باستثناء ربما وقف انهيارها ليوم أو ربما لشهر ليس أكثر. هذا بالفعل حصل حينما توقف انهيار الليرة حتى معدل شهر وشهر ونصف، ثم عادت للانهيار ووصلت إلى الرقم الذي يعني حقق أو شكل ذعرا يبدو النظام السوري في نهاية عام 2019، وصلت حينها ل 800 ليرة، وصلت ل 2000 ثم عادت ل 800. النظام السوري في حينها لم يجمع التجار مرة أخرى ويطلب منهم الدعم، إنما أصدر حزمة من القرارات للملاحقات ضد هؤلاء التجار ولمحاولة جمع مستحقاته أو جمع الأموال التي يعتبر نفسه أنه هو الواطي عليه، هو الذي ساهم في حصولهم عليها. إذن النظام السوري يعاني من المشكلة الاقتصادية، وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن هؤلاء التجار لن
لن يستمروا مع النظام السوري حتى النهاية. هم الولايات المتحدة الأمريكية تدفعهم لأن يقفزوا من هذا المركب قبل أن يغرق. طبعا وحينما يأتي زمن يعني الغرقان حينما يأتي هذا التوقيت هذا تقول له الولايات المتحدة الأمريكية والروسيا هل تريدون أن نساعدكم؟ زمن الغرق يعني عفوا أستاذ عبد الوهاب زمن الغرق الذي تتحدث عنه ربما يكون شيء من جوابه على لسان الأستاذ أحمد الذي تحدث عن معطيات جديدة قرأها في المشهد السوري. يعني هذه المعطيات هل ترتبط بموقف أمريكي جديد أم بالأمم المتحدة أم بالمجموعة الأوروبية؟ لا قيمة للأمم المتحدة ولا قيمة للمجموعة الأوروبية. اللاعب الرئيسي في سوريا وفي المنطقة وبفارق كبير هو الأمريكان. حتى في سوريا الجهة الأولى الحاكمة لسوريا هي أمريكا وليست روسيا ولا إيران ولا أي جهة أخرى. والموقف الأمريكي ربما يكون في شيء من التغير، في حزم شديد تجاه إيران جديد، هذا لا شك صحيح. في ذلك وفي تجربة جرب الرئيس الأمريكي أنه يضرب إيران على عينه، يعني على عينه بقتل قاسم سليماني، والرد الإيراني كان ضعيف وهزيل لأقصى درجة ممكنة. والمكاسب اللي حققها ترامب داخليا بأمريكا مذهلة وتشجعه على الاستمرار في ذلك. هذا بيعطينا شيء من الأمل بأنه ربما الجانب الأمريكي، لكن موقف ترامب من إيران هو مرتبط بالشأن العراقي أكثر منه بالشأن السوري. ما المعطيات الجديدة لديك في الموضوع السوري بالذات؟ قانون سيزر وقع عليه الرئيس الأمريكي، وقع وافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهذا من وجهة نظرك ما الذي سيغير في مسار الأحداث في سوريا؟ يعني سوف يجعل النظام عاجز كليا، راح يكون مثل زعيم عصابة ما عنده شيء يعطيه للعصابة القتلة اللي عنده، فرح يأكلوا بعض أو رح يأكلوا الناس. ثمة إيران هي التي تدعم؟ لا إيران غير قادرة على الدعم. الفلوس اللي كانت تيجي للعراق للنظام من العراق وقفت، لأنه إيران كانت أحيانا هي تعطيه وأحيانا كانت تأمر عملاء في العراق أنه هن يعطوه من أموال الشعب العراقي، هذا وقف. أمواله اللي موضوعة في لبنان واللي هي تصل إلى 50 مليار دولار مجمدة، إعادة إعمار ألمانيا وأوروبا قالوا ما في إعادة إعمار إلا ليصير في حل سياسي جدي وحقيقي وليس اللعب، يعني حكاية الدستور هذا ما اسمه حل سياسي. النظام استهلك الرصيد في البنك المركزي فاضي ولسه ما بلشت العقوبات. يعني هل اقتربت سفينة النظام من الغرق كما أشار عبد الوهاب من غازي عنتاب برأيك؟ نعم أعتقد ذلك، وما في حد يساعد النظام، يعني لا يمكن الليرة وقعت ولا يمكن أنه تقوم مرة أخرى، لا يمكن، لأنه ثروات سوريا خارج سلطة النظام، ما في حدا يساعده في إعادة الإعمار. إعادة الإعمار 600 مليار دولار مبلغ مرعب فلكي. الأموال ما عاد تجي من إيران، الإمارات دولة كانت تساعده ولكن لا تجرؤ، إذا أمريكان قالوا لهم لا تساعدوه ما بيساعدوه. السعودية ما عندها القدرة أنه تساعده حتى لو كان عندها الرغبة، ما عنده حدا يساعده مطلقا، وروسيا ما بتساعد حدا، يعني هي بدها سوريا لتكسب منها مو لتعطي، فلا أحد سوف يساعده. وقريبا القتلة اللي عم يشتغلوا عند النظام رح يقاتلوا شهر كامل مشان ياخدوا 5 دولار أو 6 دولار، وهذا شيء ما طبيعي، رح يتحولوا إلى عصابات، ما رح يعود في دولة في سوريا. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام في الاستوديو الأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي، وعبر الهاتف من غازي عنتاب عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، وأيضا عبر الهاتف من أنقرة أحمد أويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط. شكرا لكم، في حراسة الله.